تسعر وزارة الطاقة والمياه شهرياً ما يسمى بالتعريفات العادلة للمولدات الكهربائية، لكن من الواضح أن أصحاب المولدات يخالفون هذه التسعيرة، فالكيلووات في صيدا يصل إلى 16,000 ليرة ويتخطى 20,000 في بعض الأحياء، والخمسة أمبير بأربع مليون والعشرة أمبير بثمانية مليون ليرة. جرائم ترتكب بحق الشعب يلي هو ساكت عن حقه إجمالاً، وعم بيخلي يعني أصحاب الاشتراكات ومن يساندهم من زعماء ونواب بتشاركوا المداخيل. مين اللي عم يدفع فاتورتها؟ الشعب، لأنه في غباء ومع الأسف حمقاء الناس عم بيقع عميك مطاب ولا عم بيشعروا ولا عم بيقوموا، وما بيصير شيء بدون تضحيات. هذا من المختصر. فاتورة الاشتراك مليونان زادت عن هيداك الشهر؟ كده زادت شي 800,000. وشهر الجاي شو متوقع؟ الله أعلم، هلا شايفينه زيادة يعني أكيد فوق المليون ونص، أمر مليونين أمر مليونين 500 حسب. قد ايه دفعت اشتراك؟ مليونين. قد ايه كان هيداك الشهر؟ 1,500,000. كل شهر بنط 500، يعني متوقعين الزيادة شهر. أكيد. قد ايه دفعت فاتورة الاشتراك هيداك الشهر؟ 3,200,000. قد ايه زادت يعني عن هيداك الشهر؟ عن هيداك الشهر بدك تقولي زادت تقريبا شي 600,000. ومتوقع انه تزيد بعد؟ طبعا. حل آخر يحاول من خلاله الناس الهروب من جحيم فاتورة الاشتراك الشهري، وهو تركيب الطاقة الشمسية، إلا أنه حل مكلف يصلح للمقتدرين فحسب، أو لمن يستطيع تقسيط قرض الطاقة المقدم من بعض الأحزاب لأهداف انتخابية. ثلاث أرباع العالم بتحط طاقة شمسية لأنه صعب كتير يعني، وكهرباء ما في، دولة ما في ولا حيجيبوا كهرباء يعني. تحلمي. قولت مع هالانتخابات الجديدة ممكن هيك تغير تحل حال. هني ذاتن حيرجعوك لورا بعد أكتر من هيك. هذا البلد. شو رأيك بهيك؟ يعني كيف حيستمر الواحد ما في كهرباء؟ هينا عايشين الحمد لله، طالما الله موجود نحن موجودين. فلذلك في قول مأثور بقول كما تكونوا يولى عليكم. فلذلك بدكم تعينوا كتير يا شعب، وبدكم بطريق المذلة أكتر وأكتر. هل سيكون الاستحقاق الانتخابي بادرة خير على المواطنين في حل أزماتهم؟ أم أن الشعب سيبقى راض بمصيره وتتحكم فيه نفس الطبقة السياسية في إدارة بلده؟